وحول الفساد وتلكؤ الإعمار في نينوى ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد مجاهد الطائي. مرحبا بك معنا. حياكم الله سيد مجاهد. على الرغم من مرور 5 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، لم تستعد المدينة الحياة بعد مع بطء عمليات إعادة الإعمار. من تلك الجهات التي تقف وراء تعطيل وتيرة الإعمار برأيك، على الرغم من وجود المخصصات والدعم الدولي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا هناك العديد من الجهات، خاصة الجهات الدخيلة التي دخلت مع استعادة المدينة من قبضة داعش. هذه الجهات تركز عملها الآن على مصادر التمويل في عدد من المحافظات التي استعيدت من داعش، ومنها بشكل خاص مدينة الموصل التي كانت معقل التنظيم وتعرضت النسبة الأكبر ربما من الدمار والتضحيات. لذلك هناك مخصصات كبيرة من سواء الحكومية أو من المنظمات الدولية، لكن سلوكيات الابتزاز و السعي للحصول على جزء من هذه الأموال يعيق عملية التنمية ويعيق عملية إعادة الإعمار. هذه الجهات غيرت السياق الذي كانت تعمل عليه من استهداف الوضع الأمني إلى التركيز على مصادر التمويل في هذه المحافظات، وخاصة مدينة الموصل تركز على مصادر هذه التمويل لتمول نفسها وذاتها واستمرارها في هذه المدينة وفي هذه المناصب سواء الحزبية أو المشاريع الإعمار. لذلك أنا أعتقد أن هذه الجهات إذا لم تحصل على مخصصات من هذه الأموال، أعتقد ستعيق عملية إعادة إعمار مطار الموصل أو أي مؤسسة أخرى. يعني أنت تعتقد الإشكالية في الحصول على بعض المخصصات، أم أن هناك قرار ما بوقف الإعمار أو إبطاء عملية الإعمار وهناك جهات تقف خلف ذلك؟ والسؤال يدور عن مصلحة تلك الجهات التي تريد إبقاء المدينة على حالها من الدمار الذي تعيشه. هناك، أنت تعلم، عندما يفتح المطار تواصل مع العالم، انتعاش اقتصادي، تخفيف التواصل بريا، هناك مصالح لشركات الشحن ومصالح ل ضرر يشكل ضرر على مطارات الأخرى كمطار بغداد أو مطار أربيل أو وسائل النقل والنقل البري. لذلك عملية افتتاح المطار أو إعادة تأهيله ستجعل العديد من الشركات تكسب الكثير، وهناك شركات أخرى ستخسر سوق العمل. هناك العدد كبير من الشركات انتعشت في فترة فترة داعش و حاجة الناس للهروب من المدينة واعتمادها على مصادر غير متوفرة في المدينة بسبب وجود التنظيم. لذلك هذه المصادر شكلت لهم مصدر تمويل وانتعاش في مشاريعهم، لذلك يريدون استمرار هذه المشاريع التي تزر عليهم الملايين. لذلك سيعيقون عملية إعمارها إذا لم يحصلوا على نسب معينة من هذه المشاريع. طيب، أين تقف المحاصصة والمحسوبية و الفساد أيضا من ملف إعادة إعمار الموصل في ظل وجود 1452 مشروعا متلكئا باعتراف وزارة التخطيط؟ هناك في الحقيقة التمثيل، هناك تمثيل ضعيف لمدينة الموصل سياسيا واقتصاديا، وهي مدينة ضعيفة حقيقة ومظلومة. بعد استعادتها لم تعد كما كانت، لا في ممثليها ولا في رغباتها في في أخذ موقعها الحقيقي سواء في العراق أو في المنطقة. لذلك لو نقارن مدينة الموصل بمدينة أخرى مثلا البصرة أو النجف أو أربيل، هناك ظلم كبير يقع على الموصل، وهناك إهمال من قبل العديد من الأطراف لهذه المدينة، لأن هناك قوة
عديدة متصارعة على خطوط التجارة وتدخلات إقليمية ودخول عدد من القوى والأطراف من خارج المدينة إليها، ما شكل عوائق كبيرة أمام التنمية. لذلك هذه المشاريع شيء طبيعي أن تتوقف في ظل الصراع على النسب والمشاريع، سواء يعني جميع ما نراه اليوم في مدينة الموصل من تنمية وتطوير معظمه هو قيام الأهالي بأنفسهم، يعني تنمية ذاتية وإعمار ذاتي من قبل الأهالي في المحافظة. يعني لكن يعني الدعم الحكومي والدعم المنظمات الدولية موجود ومتوفر، لكنه لا يتناسب مع حجم ما تم إعماره. طيب، أنت ذكرت موضوع مطار الموصل وأن المدينة قد تشهد طفرة اقتصادية فيما لو أنجز، لكن إلى أي مدى ترى أن هذا الملف، ملف المطار وما ينتظر منه بحسب رواية الحكومة، يخضع للابتزاز السياسي أستاذ مجاهد؟ واضح وصريح من قبل بعض الأطراف، هناك يعني صراعات على هذا، على أي مشروع، يعني ليس فقط، يعني رأينا نحن مثلا محطة القطارات على سبيل المثال قبل عام بالتحديد، عام كامل وضع حجر الأساس لمحطة إعمار لمحطة القطارات، وإلى الآن على حالها. هناك ما يفسر، هناك قوى سياسية تقف خلف هذه المشاريع من أجل الحصول على مكاسب ومناصب وحصول على كوميشنات من هذه المشاريع، إما تعيقها أو تحصل على ما تريد من هذه المشاريع. لذلك أنا أعتقد مطار الموصل إذا لم يعني يلقى دعم دولي أو من قبل أطراف إقليمية كتركيا التي يعني تعاقدت يعني في شركتين تركيتين تعاقدت مع على إعمار المطار، وبالتوافق مع طبعا الحكومة العراقية، يجب أن تحرص على منع هذه القوة من يعني استخدام هذه الأدوات لمنع. نعم. شكرا. نعم، شكرا لك السيد مجاهد الطائي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.